بسم الاب والابن الروح القدس الواحد امين حلقه جديده من ثابت فيك وهنسال النهارده سؤال مهم قوي ليه في بعض الناس بيعتقدوا ان روح الشخص المتوفي ما بتصعدش للسماء غير بعد صلاه التالت لدرجه ان هم يقولوا ان صلاه التالت دي معناها كده صرف روح الميت قلنا في حلقات سابقه ان صلاه التالت هي صرف الكآبه او الحزن لكن مش صرف روح الميت طيب الاعتقاد الغلط ده جه لذهن الناس منين؟ في الحقيقه نقول ان الروح بعد ما بتفارق الجسد بتفارقه في الحقيقه في نفس اليوم وفي نفس اللحظه. طيب الاعتقاد ده جه بقى للناس منين؟ الناس دي بيقروا الايه اللي جت في يوحنا 20 17 ورب المجد لما قال كده لمريم المجدليه لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي. هنا السيد المسيح في الحقيقة مش بيقول أن روح المتحدة بلاهوته صعدت في نفس الوقت اللي مات فيه على الصليب إلى الفردوس لا هو هنا في الحقيقة بيتكلم على إيه؟ على جسد اللي في القبر لا تلمسين لأن لما أصعد بجسد المتحد باللاهوت إلى السماء يبقى السيد المسيح هنا بيتكلم مع مريم المجدلية على فكرة أن الجسد نفسه ما ينفعش تلمسيه لأن هو لسه ما صعدش أصلاً في اليوم الأربعين للسماء عشان كده يقول في متى 28 عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر ويقول برضو في متى 28 العدد تسعة وفيما هم منطلقتان لتخبر تلاميذه إذ يسوع لقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له هنا بنتكلم اهو على إن المسيح لم يكن صعد بجسده المتحد بلاهوته بعد طبعا ده تم في يوم عيد الصعود بعد أربعين يوم من قيامة السيد المسيح غالبا الفكرة دي انتقلت للمصريين لما كان ليهم احتكاك وتواصل ببعض الشعوب التانية زي الفرس واليونان والرومانيين اللي ليهم بعض هذه المعتقدات الخاطئة تاني بنأكد اهو ان صلاة التالت لصرف الكابه والحزن لكن روح الميت نفسها تنطلق في نفس اللحظه اللي بيموت فيها الشخص. طب هنا في سؤال احيانا لما بنيجي نروح للمقابر او الطرب بنلاقي ان في بعض الناس زارعين شجره الجميز هناك ويقولوا كده يعني انك بلاش تلمسها او تاذيها او تكسرها لان ده نذير شؤم. طيب الاعتقاد ده جاي منين؟ طبعا المسيحيه لا تؤمن بحكايه الشؤم او انه يحصل شر لمجرد انك تلمس شجره او كده كلها اعتقادات فولكلوريه لا تؤمن بها المسيحيه في الحقيقه لكن السبب يرجع ان قدماء المصريين كانوا بيزرعوا شجره الجميز عند المقابر ويعتقدوا انه الالهه الام نفسها بتطعم او بتاكل وتسقي الميت طبعا لان الفراعنه كانوا معتقدين إن الميت بيقوم ياكل ويشرب عشان كده كانوا بيحطوا له بعض الأكل والشرب. وانتقلت للأسف الأسطورة دي للأجيال جيل بعد جيل من غير ما يفكروا أو يدققوا في مدى وجود أو صحة هذه العقيدة بداخل الكتاب المقدس ولا لأ؟ ده اللي بيخلي الناس يعني تقول حكاية شجرة الجميز دي في الحقيقة. طيب تعالوا بقى ندخل في سؤال كده عبارة عن مجموعة فقرات والحاجات دي احنا بنستخدمها في الحقيقة في صلاة التالت السؤال يقول ايه ايه الأدوات اللي احنا بنستخدمها في صلاة التالت وايه معناها وايه رموزها وهنستفيد ايه لما نستخدمها في الحقيقة صلاة التالت دي بتسمى صلاة رفع الحصير وصلاة يعني صرف الكآبة أو الحزن الأدوات اللي بتستخدم فيها في الحقيقة بنستخدم فيها ايه بقى بنستخدم فيه إناء آآ آآ به ميه حزمة ريحان أو بقدونس أو أي حزمة خضرة ليها يعني رائحة طيبة بنستخدم ملح رغيف خبز أي حاجة من الثياب اللي كان بيلبسها المتوفي ونفضل أن يكون الثياب اللي كان لابسها أثناء انتقاله كمان بنجيب شمعة وننورها أثناء ما إحنا بنصلي صلاة التالت في البيت أو في المكان اللي إحنا بنصلي فيه وفي نهاية الصلاة في الحقيقة بتطوي او بتطوى الحصير اللي كان الناس قاعدين عليه وبنحط ميده الناس تقعد آه تاكل فيها اللي هم اهل المتوفي والمعزين اللي جم يعني يواسوهم او يعزوهم. طبعا عايزين نقول هنا على حاجه مهمه قوي مفيش اكل معين المفروض الناس تاكله يعني مش لازم ياكلوا سمك او حاجه لا اي اكل موجود في استطاعة الناس ان ممكن تقدمه للضيوف اللي جايين فهو بيقدم مفيش أكل معين الكنيسة بتقول لازم ناكله خلي بال حضراتكم من الحكاية دي يبقى هنا الهدف من حكاية إن إحنا نقعد ناكل مع الناس في صلاة التالت أو بعد صلاة التالت هو إن إحنا نتأكد إنه أهل المتوفى نفسهم بدأوا يتعزوا والبعض منهم بيكون منقطع عن الأكل نتيجة الحزن أو الموقف الصعب بتاع الوفاة فبنقعد نسندهم ونقعد نتأكد إن هم أكلوا وناكل معاهم لكن عايزين نقول بس على فكرة رفع الحصير دي في بعض الأماكن خاصة يعني أهالينا في الكرة في الحقيقة يرفضوا يقعدوا على الكراسي أو السرير أو كده ويقولك نقعد على الحصير على الأرض أو في مصاطب بداخل بخارج البيت أو جنبه يعني تعبير منهم عن الحزن وفي بعض برضو يقول أنه في بعض الأماكن تقريبا ما بيأكلوش أي أكل يعني زي اللحوم أو فراخ أو في بروتينات الثلاث ايام دول فلما يجي صلاه الثالث الناس بعدها تبدا تلم الحصير ده ويبداوا ياكلوا معاهم اعلان منهم ان الناس بدات تسترد تعزيتها مره تانية طبعا اعلان نهايه الحداد هنا او التعزيه زي ما بيقول بالظبط معلمنا بولس رسول في رسالته الاولى آآ آآ لتسالونيكي بيقول ايه بقى؟ لا اريد ان تجالوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم هنا معلمنا بولس رسول بيفكرنا انه خلي عندك رجاء حتى وانت حزين خلي رجاءك كبير جدا ان انت هترجع تشوفهم تاني في الحياه الابديه كل الطقوس اللي احنا قلناها دي او بعض المكونات اللي احنا قلناها دي كانت موجوده من ايام الفراعنه وده تدل على قوه في الحقيقه التقاليد والعادات اللي كانت موجوده الكنيسه هنا وجدت ان هي تستخدم نفس الادوات طالما هذه الادوات لا تتنافى مع العقيده او الايمان المسيحي واصبغت عليها بعض الرموز والمعاني الروحيه بداخل نفوس الناس. طيب عايزين نقول بقى تعالوا نشوف كده بشيء من القرب يعني بعض من هذه الطقوس وايه علاماتها وايه دلالتها بداخل المسيحيه. اول حاجه في صلاه الثالث في الحقيقه بيولعوا شمعه او اضاءه معينه. في الحقيقة أن إقاد الأنوار دي من الطقوس اللي كانت وما زالت موجودة عند صلاة الجنازة والدفن والتذكارات عند الأبور في الثالث والأربعين وفي الثانوي في السنوية كمان طبعا هنتكلم نتكلم على الطقوس اللي موجودة في المجتمع بصفة عام من العادات الفرعونية اللي كنا بنشوفها واللي ما زالت موجودة في بعض الأماكن في الحقيقة لما كانت تمر الجنازة بتاعة الشخص المتوفي لو في أصحاب محلات موجودين في الحقيقة بينوروا المحلات بتاعتهم حتى لو كانت بالنهار وبعض الناس لو قاعدين وشايفين جنازه معديه يقوموا يوقفوا احترام للشخص المتوفي من هيبه الموت ثلاثه في بعض الناس لو فاتحين المحل بتاعهم لا اما يقفلوا المحل خالص وطبعا هم هم هنا أيدين النور من بره او يعني يقفلوا نص المحل ليه بتعملوا كده يقول لك يعني احترام آه للشخص المتوفي ومشاركه أو تعبير عن الحزن كمشاركة ومواساة لأهل الشخص المتوفي حتى لو كانوا ما يعرفوش في الكنيسة في الحقيقة وإحنا بنصلي صلاة الجناز نفسها بنقيد شمعة عند راس المتوفي وشمعة عند قدمه زي ما حصل بالظبط في القبر بتاع السيد المسيح يقول لك إيه فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان يسوع موضوعا واحد عند الرأس واحد عند القدم وفي الراقدين احنا بنقول كده ايه علهم في موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الهادي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قدسيك هم رايحين لمكان منور وده بيتفق في الحقيقة مع اللي جه في سفر الرؤية على لسان يوحنا الحبيب بيقول كده ايه والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيء فيها لان مجد الله قد انارها والخروف سراجها. ويقول برضه في رؤية 22 ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم. برضه من الأمور في الحقيقة اللي بتستخدم ويمكن نختم بيها حلقة النهاردة الإنجيل والصليب. الصندوق اللي بيتم دفن فيه الشخص المتوفي في الحقيقة بنلاقيه محاط بالصلبان من كل اتجاه وفي بعض الناس تضع صليب بداخل الصندوق نفسه. في بعض الناس تضع المزامير او تضع الاجبيه او تضع الكتاب المقدس مع الشخص المتوفي ليه بتعمله كده المسيحيين في الحقيقه بينظروا للصليب او بينظروا للكتاب المقدس او اي اصفار من الكتاب المقدس ان هي اشاره للحياه وكاننا بنقول ايه الشخص اللي كان متوفى دلوقتي ده هو لما كان عايش في الارض كان بيستخدم الصليب ويستخدم الكتاب المقدس كوسيله يتعرف بيها على ربنا النور الحقيقي هو كان بيشوف في الصليب والكتاب المقدس وسيلة ليه يعيش الأبدية في الأرض لغاية ما يوصلها في السماء وبالتالي إحنا بنحط معاه في رحلته اللي هو بادئها دلوقتي في الصندوق دي كمان اللي هو كان عايش في الأرض بيه ومتعز من خلاله هنا دي كلها أمور بترمز لمدى اعتقاد المسيحيين بالحياة الأبدية ومدى انتظارهم لهذه الحياة المجيدة وفي الماضي في الحقيقة الفراعنة كانوا بيحطوا بداخل تابوت الشخص الميت نفسه كتاب اسمه كتاب الموتى عشان يكون مرشد للشخص ده في الحقيقة لي أو في أثناء رحلته إلى العالم الآخر حبائي هنكمل بنعمة ربنا الرموز والدلالات التي نستخدمها في طقوسنا في الجناز أو في طقس صلاة الثالث في الحلقات القادمه ولرب المجد ما بدين الابد امين